رئيس رابطة جماهير الزوراء أمير المالكي يبرر تصريحه السابق ويؤازر النوارس قبل مواجهة الشارقة. نشاهد. جرحتني هسه، يعني أنا مهضوم. مو هذا الزوراء، سبق وأن جو صرحت، افتهموا التصريح مالي خطأ. أنا محب للزوراء، أنا من أقول قلت لي يسافر الزوراء مو معناه لي يروح، لا هو اليوم راح يروح، أتمنى له الموفقية. بس أنا أحكي على التخطيط، على اللاعبين، أكو لاعبين انبعدوا عن الفريق بعدهم أحد المساعدين، ما أجى غيرهم، ما أجى البديل، ما أجى البديل. يعني نادي بحجم الزوراء، بحجم الزوراء أربع لعبات ما مسجل هدف. فأيضا أنتوا راح تروحون تمثلون العراق، والقوة الجوية راح يروح يمثل العراق إن شاء الله يا ربي، تمثلون العراق أحسن تمثيل.